هذا التقرير عن مواجهة بكرة إن شاء الله أمام في استاد القاهرة قمة الأهلي والوداد، ونرجع له. لما تلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أكيد مش هتكون محتاج حوافز إضافية. التتويج باللقب القاري الأهم والمشاركة في كأس العالم أكيد حوافز كافية جدا، لكن مواجهة الأهلي والوداد وضعها مختلف شوية، لأن الأهلي بالتأكيد مش ناسي نهائي الموسم اللي فات واللي خسروا بهدفين في استاد محمد الخامس في كازابلانكا، والجدل الكبير اللي سيطر على تفاصيله خصوصا مع لعب النهائي من مباراة واحدة على ملعب الوداد. الأهلي ورغم افتقاده الحارس الأساسي وواحد من أهم نجومه محمد الشناوي، لكنه جاهز بالقوة الضربة في كل خطوطه، خصوصا مع جاهزية حمدي فتحي اللي كان في شكوك حول مشاركته في مباراة الذهاب. كمان الأهلي بيدخل مباراة وهو في حالة معنوية ممتازة بعد سلسلة من النتائج الرائعة محليا وقاريا، ووصول الفريق لحالة فنية هي الأفضل منذ فترة طويلة. وفي المقابل الوداد بيراهن على خبراته في المباريات الكبيرة ونجاحه في النهائيات، خصوصا بعد فوزه على الأهلي مرتين في نهائي البطولة سنة 2017 وسنة 2022، وأكيد هيحاول يخرج من مباراة القاهرة بأقل الخسائر قبل مباراة الحسم في كازابلانكا الأسبوع اللي جاي.